يا ليل الصبر يا مسهر دموع العين. السلام عليكم. الفنانه ديالنا شيرين استضفناها على اساس غتمضي واحد العقد كبير ديال واحد المسلسل ضخم، جنا لواحد الفيلا معززه مكرمه بالتمر والحليب شويه كيزي وصحاب السيزي، ولكن المشكل فين؟ حتى هي كتدخل في السيزي. اذا ما نحرقوش المراحل، نخليكم تشوفوا الحلقه ونتلاقاو من بعد ما تكمل. إيوا استقبلنا الفنانة ديالنا شيرين أحسن استقبال، بدينا ليها بالتمر والحليب، ومن بعد قمنا معها بزيارة للفيلا اللي غدا تسكن فيها. وقدمنا ليها أحسن الأطباق من الحلويات المغربية. وهنا الأستاذ حاتيم من بعد ما غيفسر ليها عقد العمل اللي جاي من أجله، غادي نصرف باش يقضي واحد الغرض. مباشرة غنبعثوا ليها صحاب السلطة اللي غيحجزوا ليها الفيلا. ما عندناش وقت استاذة، الله يجازيك بخير. انت هي شيرين عبد النور، مصرية الجنسية ومقيمة بالمغرب. هنا عندنا امر بتنفيذ امر قضائي، جينا حنا. لا اسمح لي، الله يجزيك بخير. لا 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 حنا ما لا آه ما مزيان. حنا عندنا امر بتنفيذ من عند السيد وكيل الملك اننا ننفذوا الحجز على جميع الممتلكات اللي كاينه في فيلا. هي ديالك ان شاء الله. بس الفيلا مش بتاعتي، يعني انا لسه واصله دلوقتي حالا يعني تو دلوقتي لسه واصله انا من المطار لهنا علشان هعمل مسلسل، وادي الورق بتاع المسلسل. لسه كان استاذ معايا، بعدين استاذ عبد العزيز هو اللي اتفضل حضرتك، هو اللي مكلمني. الله يخليك. لا اسمح لي، احنا ما عندناش الوقت، غادي نبقاو نشوفوا ولا اه. شوف وقتك. اي حاجه اللي كتعلق بالفيلا كنحجزوا عليها. يلا خذ. شوف هذه الشقه، هذوما الملولين، هذوما الملولين وحدنا فيه. لحظه شويه بس، دول شنطي. لا 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 كانوا شنطي هنا داخل الفيلا. داخل الفيلا يلا سي، ما يتعلق بداخل الفيلا. تحجز علي انا كمان؟ لا حاشا، احنا باليزات. نعم باليزات دولك. هاد باليزات هذه، دول شنط بشوي. لا ما تاخذش. لا اسمحي لي، اسمحي لا اسمح لا اسمحي الله يجزيك بخير. اسم استاذه، ادي الفيلا عندك احجز عليها. لا 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 تفضل معنا لداخل يا استاذ عبد العزيز. تفضل معنا لداخل وغنشوف. لا دخل انت، ادخل داخل، ما تدخلش مع رجاله ما اعرفهاش. انا جايه علشان انا ممكن بس لحظه. لا مش ممكن اي حاجه لو سمحتي. الله يجزيك بخير. الله يجزيك بخير. يلا سي محمد، تكلم لنا بالمسائل. الله يجزيك. الله يخليك. بص انا قاعده هنا بيني وبينك نص متر، تتكلم من نص متر. انا نتكلم معك في نص متر ولا جوج متر. هادي ولا تابع الفيلا؟ لا يا بابا، ايه اللي تابعها الشنطه؟ فيلتك كلها مش قد الشنطه. الله يخليك. انت جاي عشان تعمل سيزي؟ تفضلي الفيلا؟ السيزي. ايوه هو سيزي ده. اعمل الفيلا عندك. تفضلي معنا لداخل. انت مالك بيا انا دلوقتي؟ انت مالك بيا؟ خاصك تشوفي داكشي اللي غادي نزردوه، خاصك تشوفي بعينك. لان انت ما بديش اشوف. انت صاحبه الفيلا، غادي انت غادي نعينوك حارسه على الممتلكات ديال الفيلا كامله. ادي الفيلا احجز عليه. اوعى ايدك، قلت لك ايدك ما تقربش مني بدل ما بهدلك. بس ان انا ساكته. تفضل الله يجزيك بخير. لا 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 اهضروا معاه انتوما سيوش، دابا حنا غادي نبقاو نتفلاو هنا. ما تقربش مني انت وهو. لا ما نقربوش منك، يعني نص متر بيني وبينك. شوف ما تنعرفكش اصلا. ايوا هنا السائق كيجيب لها التليفون على اساس ان وكيل اعمالها باغي يتكلم معاها. بالنسبه ليكم كيفاش غتجاوبوا مسكينه وهي في هذه الحاله؟ راه ما يمكنش تخرج يكون عبد العزيز ولا يكون اللي بغى يكون هاكي كله غادي يخرج. اوعى ايدك، بقول لك هضربك. عبد العزيز يا جيت يا موتو من اهو تليفون، اهو تليفون، اهو تليفون. ارتاح بقى مزيان.
ماشي مزيان. هادشي اللي غدير غتحمل مسؤوليته. اتحمل مسؤوليتي. من بعد ما الفريق ديالنا وهم الفنانه بانهم حجزوا ليها حتى على الطوموبيل اللي جابتها، غادي يطلبوا ليها تاكسي باش يخرجها من الفيلا. ولكن بلاتي، واش غتقبل تركب ليهم في هالتاكسي؟ خاصة أنه شوفوا الله يخليكم من نوع الرافع. هذا توا تاكسي ما عجبكش؟ لا مش ما يعجبنيش، هذا مش هيوصل بوحد. لا لا سير المهم بحث. لا هيمشي ولا هنزقه؟ لا كيمشي هذا. والله. لا والله أنا ما أقدرش أركب التاكسي ده أبدا، يعني إمكانياتي الصحية والنفسية وانا كنجمه ما اقدرش اركب التاكسي ده. جا الناس كيركبوا في التاكسي كلشي كده. التاكسي ما بغاش نمشي فيه، ما فهمتش انا زي الفل. لا كتر خيرك انا ما اقدرش اركب التاكسي. لا سمح لنا دابا داكشي كاع الحلول كاع درنا معاك. هاد الطاكسي هو الواحد اللي ممكن يوصلك دابا تما. بغيتي تركبي فيه ركبي، ما تركبيش عند ما نديروش. غادي تدخل هاد الناس هادو كاملين كاين حتى واحد ما غيبقى، كلشي غادي يخرج. صافي كون هاني. صافي يلا. صافي ربع ساعة كون هاني. بعد ما كلشي غادر الفيلا طلبوا من العساس باش يسدها. ايوا الفنانه شيرين، شكون اللي غادي يوصلك دابا؟ السي العساس غيدير فيها بطال وغيجيب الموتور العجيب ديالو وغيقترع الفنانه شيرين توصيله معتبره. نقول لك على حاجه يا ستي شيرين وما تزعليش، ما تيقدر يوصلك بقى الموتوسيكل. وحتعمل ايه بقى؟ ده كاسك يبقى على شان البوليس وده كاسك على شاني. حتعمل ايه ده؟ وده اخر الطريق بقى، ما كاناش طريق هنا، طريق غير لا يعني هنا لغايه اي حته الواحد يجي 4-5 كيلومتر بقى على ما تلاقي حد يوصلك. لا ده انت ما ده انت غاليه عندينا. لا لا انت كويس وصحيح ومزيان ماشي. انت يا راه موطور مزيان ماشي، حيلك يمشي مزيان. ده روح بيه لحد زنقه القاهره في يا راجل. لا يعني زنقه القاهره لا زنقه القاهره هنا في وسط. لا ده والله ده صحيح بلاندي نحيله. غتبقى هنا بالخلاره ما يركب حتى واحد. ما تجيب لي الاستاذ عبد العزيز. لا حد عبد العزيز ده فين بقى؟ مش عارف يعني. انا حشوف عبد العزيز. هو الاستاذ عبد العزيز حاضر يا ست شيرين. ما الموتور ده حلو اصل الاستاذ احمد زكي الله يرحمه ركب عليه بقى. لك لاباس اش وقع؟ شنو حصل؟ شو؟ ايه يا عبد العزيز؟ ايه انت جايبني تبهدلني؟ لا لا حرام عليك والمصحف والله حرام عليك. صافي يا سيدي. نعم صافي. مين انت؟ مين انت؟ مين انت؟ قول له انت مش انت بتاع السيدي. انت مين انت؟ ازاي تبهدلها انت؟ كنت انا شكون انت؟ انا مدير اعمال انا. انا مدير مصر وجاي هنا عشان تشتغل معايا. الله يخليكم الله يخليكم. شوية غير نتفاهموا وتفاهموا باش الهضره اخذوا وعطى الله يخليكم. انا ما فهمت والو حتى الان ما فهموا له. الله يخليك. تكلف. دابا انا عرفت الموضوع شنو هو. هاد الناس مازاوش باش يحجزوا على 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 البيت. هادو زاو يحجزوا لك مكان بالكاميرا الخفيه. يلا شيرين جايين يحجزوا على المكان. اقول له مش انا، انت بتحجز غلط، انا مش صاحبة المكان. سيدي اهلا وسهلا بس انا مش رين. طب لا هنحجز. طب اتفضل احجز. هنحجز على كل حاجه في الفيلا. خرجت وسبت الفيلا اعمل ايه؟ هروح فين يعني؟ عربيه حجز عليها. قلت اطلع بره خالص بقى قبل ما يحجز عليا انا كمان. يعني بيقول لي الكلاب محجوز عليها. كلاس يعني كلاس يعني. الحقيقه كله كان صعب عليا جدا يعني. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. يا رب تكونوا انبسطتوا. بس بليز ما تطلبونيش تاني اجي المغرب. لا هتيجي اكيد ان شاء الله. هذه غتبقى تيم محجوزه. لا برافو برافو.